النادي الاهلي ان ممكن يكون الدنيا مولعه وفي موضوع مثلا شغل الراي العام، تلاقي مجلس الاداره خرج بقرارات يعني ما حدش كان يعني بنتكلم في تجديد ثقه الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، في ناس تقول هو ده وقته. اه هو ده وقته، هو ده ما النادي الاهلي زي ما احنا قلنا بياخد كل حاجه بيديها وقتها وكل حاجه بتطلع في الوقت الصح. وزي ما حضرتك قلت، النادي الاهلي عارف يرد امتى وعارف ما يردش امتى وعارف يعمل ايه وعارف ما يعملش أكيد ايه. اكيد السوشيال ميديا عمرها ما هتاثر على النادي الاهلي، لكن الناس انا كنت بتسال وعايز تعرف بالزبط. لكن زي ما حضرتك قلت، النادي الاهلي عنده مجلس اداره تقيل ورزين. كلمه تقيل ده يا كابتن يعني مهمه جدا جدا جدا، مش بنطلع نرد على اي كلام. فالنادي الاهلي يعني ما تقلقوش، النادي الاهلي في ايد امينه في مجلس اداره. مش بن... يعني مش بن... برضو الكلام هنا مش بنقوله ان احنا قاعدين في قناه الاهلي فبنقول الكلام ده، لا الكلام ده لا احنا بنقول احنا حتة. لا لا استنى، احنا بنقول واحنا عنصريين للنادين معروف جدا يعني معروف لكل الناس. لا انت كويس انت فكرتني بالحته دي. معروف لكل الناس يا جماعه ان احنا اهلاويه وان دي قناه الاهلي والاهلي، وان احنا عنصريين لنادينا بما لا يضر الاخرين. يعني احنا عنصريين لنادينا بما لا يضر الاخرين. ما حدش يجي جنب النادي، اللي يجي جنب النادي انتوا عارفين جنب النادي اللي هو جماهير اللي هو اداره اللي هو لعيبه. احنا عنصريين لنادينا. نطلع نشوف محمد الشناوي نجم الاهلي ونجم مصر والحارس الاول لمنتخب مصر ان شاء الله في روسيا قال ايه، ونرجع لحضراتكم على طول.